أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل مراسم توقيع عقد توريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديد EM100U لسكك حديد مصر. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019. شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة حملات مرورية مكبرة بمشاركة إدارة شرطة المرافق وكافة أجهزة المديريات المعنية، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائز الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن هناك خطة شاملة للوزارة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب القبول أمام باقي الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة لهذا العام، وكذلك المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للوزارة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى مساء الخميس المقبل. قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة أن حركة الملاحة شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية من الجمعة وحتى الأحد الماضي عبور 138 سفينة بحمولة 9.5 مليون طن. أكد الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون إفريقيا أن مصر شهدت تحسناً ملحوظاً في مؤشراتها الاقتصادية مثل زيادة نسبة النمو وزيادة الاحتياط النقدي، موضحاً أن هذا التحسن يؤهل السوق المصري لاستيعاب المزيد من الاستثمارات. يستضيف النادي المصري البورسعيدي النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بملعب برج العرب في الأسكندرية في إطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم.